حضرتك اشرت ان الديمقراطيه هي اليه، العمليه الانتخابيه هي اليه من عمليات العمليه الديمقراطيه. يعني كتير من الناس متصورين ان الديمقراطيه يوم الانتخابات. لا لا لا، الديمقراطيه مشوار طويل ختامه الانتخابات. اذا المشوار ده بالمحطات اللي فيه لم نمر عليها، لم نمر على حريه تاسيس الاحزاب والجمعيات والنقابات والمنظمات الديمقراطيه عموما، ولم نمر على حريه الاعلام والتعبير، فهنوصل يوم الانتخابات عميان، ما عندناش قدره على الاختيار السليم. المشوار ده، المحطات اللي انا قلتها دي، هي اللي بتساعدني على اني اختار، هي اللي بتعمل المناخ السياسي، هي اللي بتعمل الوعي السياسي اللي بيخليني اختار واكون وجهة نظر في من اختاره، وهي اللي بتخلي الانتخابات فيها جدل سياسي. ليه احنا الانتخابات الحالية لا نشعر بها؟ مفيش اي جدل سياسي، مفيش اي برامج ولا رؤى، فالناس هتضطر تختار بالطريقة البدائية القديمة اللي هي ده مين ده، ده زارني في فرح بنتي او في فرح اخويا او مش عارف ايه، او في عزاني، او مش عارف في حفل الطهور حصل كذا. او ما هو اسوأ، التأثير على الناس سواء بالرشاوة الانتخابية اللي بطبيعتها لحظية، بتحاول انها اللي بيعملها بيستغل ده نوع من الانتهاكات. يعني حضرتك قلت ان انتهاك الرشوه او متجره بالعواطف الدينيه، او بالعاطفه الدينيه، اللعب على العواطف الدينيه، وده طبعا صوره شائعه جدا دلوقتي موجود. تيار معين بيستخدم هذه الطريقه سواء بتشهير بمواطنين اخرين بسبب انتمائهم الديني، او بمحاولة إسباغ نوع من القداسة على ما يمثله هو من تيار، كأنه هو المتحدث باسم الدين، أو كأنه هو عنده توكيل رباني، وده مش صحيح، وده نصف. فدي اللي انت هتسألني عليه عن البدائية، ده الطريقة البدائية. شكرا سيد جمال.